في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل معي. معك أحمد. تفضل يا أحمد. عايز تقول إيه؟ فقط دليل إنه السنة لماذا تعبدون الأوثان؟ نعبد الأوثان؟ نعم. نقتدي بالشيعة الاثنى عشري. طيب أنتم إذن كفرة. يعني أنتم كفرة برضو زينا. شكرا لك يا أحمد. أنتوا تعبدون نحن كفرة. طولت لي. الله مسلم. بقول لي لماذا تعبدون الأوثان؟ حياك الله هنا الحبيب سياس. لماذا تعبدون الأوثان؟ بقول له نقتدي بالشيعة الاثنى عشري. بقول إذن أنتم كفرة. أسرع واحد كفر نفسه في ثواني. أسرع واحد كفر نفسه في ثواني. لماذا تعبدون الأوثان؟ أصل أنا قلت له كده نقتدي بالشيعة الاثنى عشري. قال لي أصل يبقى أنتم كفرة. سبحان الله إخواننا الأحبة. فطريقة سريعة.